ضمن الشراكة بين أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أسوان متمثلة في كلية الهندسة، انتهت أمس بقاعة المؤتمرات بالكلية عملية تقييم المشروعات الناشئة من جانب لجنة التحكيم من أكاديمية البحث العلمي والشباب الذي تقدم بمشروعات من أجل دعمها ماليا لتشمل 5 مشروعات شبابية. نتابع المزيد في تقرير الزميل أشرف عباس. تسعى الدولة جاهدة من أجل إقامة المشروعات الشبابية التي تساعد في توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال برنامج انطلاقة الذي تدعمه أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع جامعة أسوان، حيث تقدم للبرنامج على مستوى محافظة أسوان 50 مشروعا، تم اختيار 17 مشروعا تم تقييمها أمس، وتم اختيار 5 مشروعات من أجل تمويلها ماليا. حضانة نيل الابتكار بتهدف لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب من خلال إن إحنا بنشجعهم على العمل الحر، إن الشاب نفسه ما ينتظرش الوظيفة بعد ما يتخرج من الكلية، أو حتى لو إن هو مش طالب كلية إنما صاحب إبداع وصاحب أفكار جديدة ومتطورة بتخدم المجتمع وبتخدم البيئة المحيطة بيه، بنشجعه وبندعمه إن هو يبني ويأسس الشركة ناشئة خاصة بيه، في بدعم بيصل إلى 300,000 جنيه في خلال فترة الاحتضان للشركة الناشئة. احنا بنعتني بالمقام الأول بالشركات العاملة في مجال الطاقة والطاقة النظيفة والطاقة الخضراء، إنما أي مشروع بيخدم التنمية المستدامة أو بيخدم قطاعات تطبيقات للطاقة بتعتمد على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حتى الطاقة المتولدة من مساقط المياه، احنا بندعم الأفكار دي وبنبحث عنها وبنقدم دعم لائق لمؤسسين الشركات ورواد الأعمال. برضه احنا بنحكم المشاريع المقدمة لل دي تالت دورة من دورات البرنامج، احنا عندنا دورة البرنامج الواحد للاحتضان بتبقى سنة كاملة، فدي تالت سنة لينا في سوق ريادة الأعمال في أسوان، وكان متقدم لينا حوالي 50 مشروع اخترنا منهم صفناهم ل17 مشروع النهاردة بيمثلوا أداء أمام لجنة التحكيم، وغيرها في أفكار كتيرة بتهدف لتوفير الطاقة المستخدمة وبتهدف لتوفير طاقات جديدة ورخيصة بحيث إن هي تساهم في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري، وبتهدف كمان لتنمية المجتمع المحلي وزي ما قلت لحضرتك توفير فرص عمل بالمقام الأول للشباب، وبنحاول إن احنا بقدر المستطاع نقدم الدعم الممكن لكل الشباب من أصحاب الأفكار الريادية وأصحاب الأفكار المتميزة اللي عنده إبداع، دايما احنا بنحاول إن احنا نستقطبه ونحاول ونحن ندعمه بكل وسيلة ممكنة. حقيقة الأمر من أحد أهداف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في برنامج انطلاق هو نشر أكبر مجموعة من الحاضنات خارج القاهرة في تخصصات مختلفة. فمن الحاضنات المميزة والفريدة جدا من نوعها اللي بنفتخر بوجودها الحاضنة موجودة في جامعة أسوان. يعني كان في مرور سريع مع السيد رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد عرابي نائب رئيس الجامعة للحاضنة، كنا سعداء جدا بالمستوى الموجود في الحاضنة، الشركات الموجودة، الأفكار الواعدة، ويعني وكان في مجموعه من الاقتراحات لتطوير العمل في الفتره القادمه ان شاء الله تعالى. هذه الشركات باذن الله لو توفرت لها البيئه المناسبه في مصر هتقوم بعمل محترم جدا في رفع قيمه الصادرات، رفع قيمه المنتج المحلي، وايضا ايجاد فرص عمل نوعيه لزملائهم مش مجرد فرص تقليديه. شملت المشروعات الشبابيه وحده لتصنيع الفخار، وحده للتبريد الزراعي من خلال الطاقه الشمسيه، وحدة حديثة للري. برنامج 10 مشروع من جانب المشروعات المقدمة من شباب محافظة أسوان من أجل اختيار 5 منها من أجل إيجاد فرص عمل لشباب المحافظة. كان معكم من داخل كلية الهندسة جامعة أسوان أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.